صراحة ما صراحة يهم دقيقة، ما ما لك يهم دخل حبيبتي هذول، ما لا يهم تصدق خلاص، وش اللي ما يهم؟ ما يهم هم ما اللي يهم هم سبوا خلاص، سبوا، أنا ما لا يفرق لا معي، بس عادي أنا ما يفرق معي، طيب أنا ما يفرق معي، حبيبتي الموضوع فيه إيه؟ هذا لا تصدق ما يفرق معي، ما يفرق معي، ما يفرق خلاص معي، بس يحاول مكبكم بودهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش؟ وش ايش تقول؟ وش فيكم؟ وش هو؟ تقول ما لا ادري شو كيف تقطع هنا يا خلاص 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 حتى انا صورته. هو شوفي انت خلاص الحين نقاش ودي صدق، الحين متى ما تردين؟ اذا كانوا كذا باثين زي الكويتيين اللي قبل ما ادري كم، كانوا بس كذا سبات عشوائيه فهمتي؟ اما اللي زي كذا معلش يا فرح. نعم اسمعي اسمعي وجد، انا عندي قناعه وانت عندك قناعه، ما اختلاف الود اختلاف لا لا اختلاف تفسد القضيه، الاراء لا يفسد الود قضيه، قضية اختلاف الآراء لا يفسد الود قضية، اختلاف الود قضية، اي صح المثل علي صح، اسمعيني قاعدة اتكلم. لا طيب يا حبيبي انا قاعد اطقطق على نفسي، انا قاعد اطقطق. فزنا نعم فزنا، مبروك فزنا. تو مجلس ترى وش تسوي تعزي الصادق وش ذا شد الكلمات يا اخي خلاص يا اخي ما تبغى حط ميوت يا اخي فكنا من شرك يا اخي يا بخك يا شيخ يا ابوي فهد يفنش بيفنش كنت ابي افا حبيبتي صباح الخير ليه ما ذبحتي لا لا ما مداني اطرح للدرج انا كنت قاعده اطلع مسكينه درج فوزنا زبده خلاص خلاص يلا وين الاخيرين دول ما يهمني اذا ارد او لا ليه لان ما له داعي صدق ما له داعي انا اشوف انه ما له داعي حبيبتي والله احيانا له داعي انا ما قلت رد بكل مره انت شو كنت تصيحين انا كنت احيانا يعني مستحيل فاهمه فاهمه انا مش لازم ارد كل مره وانا انا بقول انا ابدا طيب دقيقه طيب فاهمه دقيقه دقيقه لازم ارد انا ما يفرق معي يفرق معي يفرق معي يا خلاص يا اخي اسمعيني انت لا خلاص سمعتك سمعتك خلاص طيب نرجع الموضوع خلاص يا ربي لا لازم تعرفين وجهة نظرك وش دخلك فين وش دخلني مالك ما امك دخل انت شفتي مثل هذا مثل هذا هذا مثال حي من واقع الحياة هذا ما تردين عليه يعني خلاص اذا احنا اتفجوا مرة يقدر يحط ميوت فعلا يمكن بشرة بس لا لا لازم ايش لازم يحشر نفسه لازم لازم يعطيك نفسه فتح سالفة يعني توقف ترتينا وكذا وانه خلاص يعني روقينا اي انا موجود من ارترا الى شفتي اي يعني توقف ترتينا وكذا اي 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 ترك ازاجتينا يا اخي ترك بسرتي يلا ياخذك نفس الشيء بتقول يا ابو كلب اخ الحمد لله نتوقف شوي واو طلع ذا معطانا بيت طعم يوم بقت خويته مسكتوا كان يمديك تعطينا ميوت فعلا يا اخي سبحان الله لازم نرجع ونقول ايه وش القضية وش الراعي وش بشوف ايه كانت معتها رقبة ولا شيء طال نص ساعة حاول استوعب شو تستوعب ما يهمك خلاص لانه ما يهمك مالك دخل الحين نفهم بعض اي شوف شوف يعني مالك دخل خلاص 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 ما حد يهتم يلا صداع صداع يا اخي حتى انا صدقت لا يفوز منك انت حكمه برا الكون يا مزكره الا مالك دخل مالك دخل يا اخي وش دخلك يا الله يا ربي اللقافه لا اله الا الله اسكتوا يا خيره اسكتوا انتوا لازم تحطوا الف يا قسيمي مخضرمين يا كره يا السوالف كنت مخضرمين خلاص اكر انزق طيب يا اخي مالك دخل يا ربي يا الله اكل انزق اكل انزق انا دافعة اللعبة فلوسي تعرف شو بفلوسي يعني ما يخصك هذا مالك متدخل يلا يلا ما يخصك ما يخصك يا ربي بتحط ميوت فعلا بتشيل الميوت ما حد راح يقولك شيء ما